بمنطقة البراكتية بأولى الدراج قصة مؤلمة لأب لأربعة أبناء يطلب مساعدته والتكفل به طبيا. خرج الأب عز الدين بالمختار ليجلب قوت أبنائه على دراجته النارية، فاصطدمت به سيارة وعبرت على ظهره، ما تسبب في أضرار بليغة على مستوى الفقرات، ليجد نفسه مقعدا على كرسي متحرك. عز الدين كان يعمل بناء واليوم يقاسي من أجل مأكل عائلته، ولا يملك حتى ثمن الفحص الطبي. اليوم ما عنديش با يعني نتكفل با يعني نروح للعلاج، ولا با حتى ندير راديوات هكذا، ولا با نمشي ما عنديش، راني تما مريح برك في الدار، من تعود ما تحركش خلاص، با نتحرك نجري هكذا على راديو، ما عنديش با نمشي. راني اليوم تما نشد انسان اللي يقدر يتكفل بيا، با ليش تا هما با يشوف راه يدير لي راديو مليح، با نشوف الحاله نتاعي هكذا ويزيد يكمل معايا، نقولوا النسبه نتاعي في الخارج، ولا با باش يعطيني النسبة ولا ندير العملية. هاني راعي إذا كل الناس الخير هذا إن شاء الله يتصلوا بي. الإخوة وبعض الجيران يجودون على عز الدين وعائلته بغداء أو عشاء، ويناشدون ذوي القلوب الرحيمة التكفل به طبيا للقيام بعملية جراحية عاجلة ليعود لإعالة عائلته الصغيرة. وعنده وليداته راهم في ربعة، وموش قادر لا يعيشهم ولا حتى با يروح للطبيب، ونطلبوا من الناس كشما الناس محسنين ان شاء الله يعاونوه ويراعيوا ليه. نتمنى يبرى بابا ويرجع بخير، ونتمنى منكم تساعدوه باي يروح الخارج يدير العمليه. عز الدين ينتظر بفارغ الصبر حسنات وصدقات المحسنين لترفع المغبه والشقاء عن عائلته الصغيره.